أهلا بحضراتكم من جديد، وننتقل إلى ملف آخر، والحقيقة هو متعلق بالانقطاع العالمي لخدمة تكنولوجيا المعلومات الناتج عن تحديث خاطئ لبرنامج كراود سترايك، اللي أدى لخلق عاصفة صبت بشكل أو بآخر في مصلحة مجرمي الإنترنت. بعد هذا الاضطراب غير المسبوق واللي أثر بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر اللي بتعمل بنظام ويندوز في جميع أنحاء العالم، قامت الجهات العاملة في مجال القرصنة بإطلاق حملات تصيد، وقامت بتوزيع روابط محملة ببرامج ضارة تحت ستار تقديم تحديثات أو إصلاحات يمكن بالتأكيد لجأ ليها المجرمون لتقديم مساعدات مزيفة محملة بمخاطر سيبرانية. أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، أصدرت بيانا تحذيريا بشأن الأنشطة الإجرامية المتزايدة، وأشارت إلى أن الجهات الفاعلة في التهديد بتستغل هذه الحادثة للتصيد، وأيضا أنذرت بالاحتياط من هذه الأنشطة الضارة. وللمزيد من النقاش والمتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي وخبير أمن المعلومات. بعد التحية لحضرتك يا دكتور، بداية كيف ترى تأثير هذا الخلل التقني على القطاعات المختلفة حول العالم؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. الحقيقة لا زالت تبعات هذا الحدث حتى الآن وحتى هذه اللحظة مستمرة، وفي كتير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي استغلوا هذا الموضوع بحجة أن هم أصدروا مواقع وانتحلوا الموقع بتاع الشركة الأم اللي هي حصل فيها المشكلة كراود سترايك، بحيث أن هم يعملوا يعني دومين نيم أو إيميل كأنه جاي مضلل، كأنه جاي من الشركة نفسها ويوجه أو موقع إلكتروني ويوجه المستخدمين والشركات إلى أن هم يضغطوا على رابط معين عشان تنزل تحديث يقوم بحل المشكلة بالكامل. وفي أكبر ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا وكالة الاستخبارات السيبرانية في استراليا اللي هي تأثرت كبير جدا، أكبر بنك في استراليا تأثر، وأكبر شركة طيران أيضا حصل فيها مشاكل. وجهوا جميع مستخدمين بفصل الأجهزة بتاعتهم تماما على الإنترنت، وعدم الضغط على أي رابط إلا من المصادر الموثوقة، وعدم عمل أي تحديث حتى تنتهي المشكلة. يمكن الخسائر تقدر بعدة مليارات من الدولارات، ومما لا شك فيه أن شركات كتيرة من المتضررين هيرجعوا على الشركتين، شركة كراود سترايك وشركة مايكروسوفت، بطلب تعويض عن كل المشاكل اللي حصلت دي والخسائر المادية الجسيمة. وممكن برضو الشركة الأسترالية السبرانية الأسترالية أعلنت أن ضبطوا محاولات غسيل أموال. نعم، يعني بالتأكيد أنا هستفيد مع حضرتك في هذه النقاط، ولكن أستأذن حضرتك أن تبقى معنا لنقرأ هذا الخبر العاجل، حيث نفت وزارة الطيران المدني ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومسرع جميع ركابها. تؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين، وضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني.
وبالعودة مرة أخرى لحضرتك دكتور أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي وخبير أمن المعلومات، وكنت حضرتك بتتحدث حول هذا الرابط اللي يعني اعتمدت عليه بعض الجهات الإجرامية لتقوم بعملية القرصنة، وبالتأكيد يعني هذا ضرر بيضاف إلى الأضرار العالمية التي حدثت وتأثرت بها قطاعات مختلفة حول العالم. ده صحيح، واسمحي لي حضرتك أعقب على البيان العاجل اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي. للأسف الشديد السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، أي شخص لأي غرض يقدر يجيب شعار أي قناة ويحط كلمة عاجل ويكتب أي خبر بشيت الأخبار ويتم تداوله سرعة النار في الهشيم دون التأكد من مصدره، وده للأسف الشديد الجانب المظلم من السوشيال ميديا. أي حد يلاقي حاجة زي كده لازم الأول يرجع للموقع الرسمي بتاع الجهة المنسوب ليها هذا الخبر، وكل الجهات ما شاء الله عندها دلوقتي يعني عندها وسائل تواصل اجتماعي وعندها مواقع انترنت، عشان ده انتشر كتير جدا، متوقع يزيد طبعا في الفترة القادمة، وبيزيد دايما مع المناسبات الدينية ومع المناسبات القومية، فحبيت بس انوه للنقطة دي. عودة مرة اخرى لموضوع الخلل التقني اللي حصل، طبعا ممكن يكون ان حصل اثناء المواقع الخبيثة دي لما حد ضغط على هذا اللينك في مؤسسة كبيرة او في جامعة او في بنك ايا كان، ممكن يكون تم تثبيت ملف معين اللي هو بيسمى مثلا فيروس الفدية. هو مش هيحصل حاجة، ولكن بيكون في وقت معين وفي تاريخ معين وساعة معينة ينشط هذا الملف ويشفى، يقوم بعملية تشفير جميع الملفات ويخلي ملف واحد فقط يطلب فدية عدة ملايين أو عدة ألاف على حسب طبيعة المعلومات الشفرة، علشان يرجعوا مرة أخرى يبعثوا الملف اللي بيفك هذا التشفير. فيعني التبعات لسه هتظهر تباعا، ويمكن ده يخلي ضوء أحمر لجميع الجهات والهيئات، لازم يكون في خطة أمن معلومات، خطة تأمين مستمرة، لازم يكون في سيناريو A وسيناريو B وخطة بديلة وباك مسار احتياطي، وبحيث ان لا تتوقع. حول هذه السيناريوهات دكتور أشرف، خليني أسأل حضرتك بشكل واضح، كيف يمكن الحماية من استغلال مجرمي الانترنت في هذا التوقيت؟ يعني ما هي الطرق البديلة التي من الممكن أن تلجأ لها بعض الشركات أو بعض القطاعات لحماية بياناتها؟ نمرة واحد الوعي، الوعي لازم يكون في وعي. انا اتذكر في بدايه حياتي لما كنت لسه بتدرب في احد الشركات العالميه، عملت امتحان على الكمبيوتر 3 ايام بالكامل، اكثر من 800 سؤال على هذا الموضوع، اتصرف ازاي في المواقف المعينه، حساسيه البيانات، طبيعه البيانات اللي موجوده، ايه اللي مسموح لي ان انا اشاركه، ايه اللي مسموح لي ان ما اشاركه. ولازم كنت عشان اكمل التدريب وانا طالب في الكليه حتى وفي بدايه حياتي، ان لازم اعدي بنسبه 90% من هذا الاختبار. فلازم الوعي، لازم يكون فيه في المناهج الدراسية في مختلف المناهج التعليمية وعي أمني وحس أمني عند الجميع. أي حاجة أحس أن أنا مش مستريح ليها ما أعملهاش، وخصوصا الشباب والفتيات اللي هم يعني مهووسين بالتصوير سيلفي، وكل ما يتحركوا حركة يصور وينشر. وفي حوادث حصلت فعلا للأسف الشديد في أماكن كتيرة وقت المصيف، وقت معروف أن البيت كله مسافر أو ما فيش حد في البيت، فدي ممكن تكون فرصة أيضا لل اللي هم النووي، ممكن فرصه للحراميه والسرقين هم يكملوا الاماكن دي. اما بالنسبه للمؤسسات، لازم يكون في خطه استمراريه الاعمال وخطه اداره الازمات تكون واضحه محطوطه في نقاط، ودي يمكن حاجات موجوده وموجوده وكتير جدا من الشركات منفذاها، وفي شركات كتيره نظرا ان هم انتقلوا المسارات بديله وتطبيقات بديله، سواء تطبيقات المصادر المفتوحه وعاملين لها هم طبقات او لايرز لتامينها، بحيث ان هي يضمنوا 100% ان عملهم لن يتوقف تحت اي ظروف، ودي موجوده وبتطبق في معظم الجهات الحقيقه على مستوى استراتيجي. طيب الوعي والامان والخطط البديله. خليني اسال حضرتك واعرف ايضا كيف نظرت الى الدوله المصريه و إمكانياتها في التعامل مع هذا الخطأ التقني وتأثيراته. يعني ربما كنا بنتابع لحظة بلحظة قطع الطيران، وبالإشارة لهذا الخبر العاجل اللي قرأناه منذ قليل، يعني كنا دائما في
قلب الحدث وبنتابع لحظة بلحظة من خلال مكتب قناة إكسترا نيوز في مطار القاهرة كل ما يحدث. وفي الحقيقة أنه كان هناك اهتمام كبير جدا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه فورا بتشكيل خلية أزمة للتعامل مع هذا الوضع وأي طارئ من الممكن أن يؤثر على قطاعات مصر المختلفة المتعلقة أو المرتبطة بهذا الخطأ التقني. ازاي حضرتك تابعت ازاي الدولة المصرية تعاملت مع هذا الأمر وجاهزيتها في التعامل؟ هو الحقيقة مصر مليئة بالكفاءات في مختلف المجالات وبالأخص مكانات أمن المعلومات. يمكن كتير جدا من الدول العربية الكفاءات اللي عاملة مراكز التدخل السريع في مثل هذه الحالات كانوا كفاءات وأيدي بشرية مصرية وعلماء وخبراء مصريين. وعندنا في مصر الحقيقة مركز الأمن السيبراني اللي هو السيرت، وده من الجهات القوية جدا المكلفة بحماية البنية المعلوماتية والأصول الرقمية للدولة المصرية وقت حدوث مثل هذه الهجمات الإلكترونية أو السربنية، ويتم فورا التعامل معها وإرسال الرسائل المختلفة. طبعا في بعض حركات الطيران اتأثرت، ليست تقصير من مصر ولكن لأن احنا في منظومة متكاملة. يعني أنظمة الطيران صحيح. مثلا طيارة في لندن أو في نيويورك جاية مصر ما طلعتش في مكانها، فبالتأكيد لازم تتأخر هنا في مصر لأن بيستخدموا نفس التطبيق أو نفس كان. ولكن على المستوى العام كل جهة عاملة المركز بتاعها وعاملة الاحتياطات بتاعتها والحمد لله عدت بسلام، وإن كان بعض الأثر البسيط اللي حصل نظرا لان احنا في منظومه بنستخدم نفس التطبيقات اللي هي بتستخدمها اللي هي اتاثرت في بعض الدول. وحتى هذه اللحظه لا تزال بعض التطبيقات الماليه معطله ولا تعمل على مستوى العالم كله او عملت بشكل جزئي، يعني تستعيد كفائتها بشكل جزئي حتى هذه اللحظه. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أشرف صلاح الدين مستشار التحول الرقمي وخبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا على هذه المداخلة يا فندم.